بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: مسألة، إن كان جعل من غير مستلقين جاز، وهو الاستاذ منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. اشترط في المسابقة على الخيل وعلى الرماية وعلى الإبل، اشترط أن يكون الجعل يعني الجائزة من غير المتسابقين، تكون من إنسان خارج عن المسابقة، لئلا يكون في هذا شيء من القمار، بأن يدفع الإنسان مبلغا ثم يأتيه مبلغ أكثر منه، هذا لا يجوز في المسابقة. فإذا كانت الجائزة من شخص خارج عن المتسابقين جاز ذلك بعدم المحذور، لأن الذي يدفع لا يرجع إليه شيء. الإنسان الذي يكون خارج المتسابقين لا يرجع إليه شيء، يدفع ولا يرجع إليه شيء، خلاف أحد المتسابقين فإنه إذا دفع يخشى أن يرجع إليه أكثر مما دفع، يكون هذا فيه مرابات، فيه قمار، مخاطرة إلى غير ذلك. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، واختار بعض العلماء الجواز. ابن القيم في كتاب الفروسية أقول: ليس بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، بل يجوز أن يكون من المتسابقين أو من أحدهما، لأنه لا دليل على المنع. ولكن الجمهور كما والمذهب هو كما عرفتم، والمحذور هو الربا أو مشابهة الربا، لأنه يدفع ثم يرجع إليه شيء أكثر مما دفع، هذا ربا أو يشبه الربا، هذا هو المحذور. وهذا الشخص الذي يكون خارج يسمونها المحلل. المحلل، نعم. فإن كان جعل غير المستلقين جاز، وهو السابق منهما، لأنه خاطبان للمصلحة. الجعل الجائزة تكون للسابق منهما، لأن هذا يكون من المساعدة على الخير، لأن السباق في آلات الجهاد يرجع بالخير على الأمة، لأن فيه أن الشباب يتعلمون الفروسية ويتعلمون الرماية ويتعلمون ويتدربون على وسائل الجهاد، فإذا أعطوا جوائز كان هذا تشجيعا لهم، وهو مشروع خيري، يكون للباذل أجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه شجع على فعل الخير. نعم، فتكون نيته كذلك. أما إذا كان يدفع الجائزة لا بنية التعبد، وإنما يدفعها بنية الوطنية أو نية، هذا لا يؤجر، لا يؤجر على ذلك، أو يريد أنه يمدح أو يثنى عليه، هذا لا ليس له أجر، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أو من أجل إحياء التراث كما يقولون، إحياء التراث، هذا ما ينبغي أن يقال هذا، ينبغي أن يقال إحياء السنة، لأن المسابقة على الخيل وعلى الرماية وعلى وسائل الجهاد هذا من الدين ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لأنه خارج عن المصلحة فجاز أن يكون من غيرهما. نعم. فاتباع الخير في سبيل الله عز وجل. نعم. ويكون السابق منهما لأنه ليس في النار. نعم.
ويكون للسابق منهما ويكون للسابق منهما لأنه ليس بالدينار. إيه نعم، لأنه لم يدفع شيء وإنما أعطي جائزة. نعم. مسألة، وإن كان المرء من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه. نعم. وإن كان المرء من أحدهما فسبق المخرج. نعم، المخرج مخرج الجائزة. نعم. فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه. نعم. أما إذا جاء معا فلا شيء لهما لأنه لم يسبق واحد منهما، وإن سبق المخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئا لأنه لو أخذ شيئا كان حماره. نعم كما سبق. مسألة، وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه لأنه ليس بالحمار. يعني لو كان الذي أخرج واحد من المتسابقين فإن سبق هو لم يجوز أن يأخذ شيئا، وإن سبق الطرف الثاني الذي لم يخرج جاز أن يأخذ الجائزة لأنه لم يخرج شيئا ولم يرجع إليه زيادة عن شيء أخرجه، فالمحذور منتف في حقه، إنما المحذور أنه يخرج شيء ويرجع إليه شيء أكثر منه، هذا هو المحذور. نعم. مسألة، وإن أخرج جميعا لم لأنه يكون حمارا. نعم. إلا أن الخلاف بينهما محددا وهو ثالث لم يخرج. نعم. يكافئ قاصر قاصيهما أو بعير أو بعيره بعيرهما أو رمي في رميهما. نعم. قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يمنع أن يسبق فليس بالنار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو في النار. رواه أبو داود. نعم. فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق فليسبق، لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم، وإذا لم يؤمن أن يسبق لم يكن قمارا لأن كل واحد لا يخلو من ذلك. نعم. مسألة، فإن سبقهما أحرز سبقيهما بالاتفاق. سبقهما يعني الثالث الذي لم يخرج شيئا، دخل معهم ثالث لم يخرج شيئا، إذا سبق هو أخذ السبقين اللذين بذلهما الطرفان. نعم. وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه ولم يخرج من المحاسن شيئا. نعم. وإن سبق أحد المستبقين والمحمل الثالث أحرز السابق مال نفسه ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحمل نصفين. يعني إذا تساوي في السبق توزع الجائزة عليهما، هم ثلاثة فرسان سبق اثنان تخلف الثالث، توزع الجائزة على السابقين بالنصف. نعم. مسألة، ولا بد من تحديد المسافة والغاية بما جرى. اشترط في المسابقة تحديد المسافة للمتسابقين، يعني يقال مثلا المسافة 5 كيلو 10 كيلو، تختلف الخيل المضمرة تختلف عن الخيل غير المضمرة، المضمرة تكون أقوى على العدو فتمدد لها المسافة، خلاف الخيل غير المضمرة تكون تقرب لها المسافة لأنها لا تتحمل العدو الكثير، ففي تحميلها مسافة طويلة تعذيب لها لا تتحمله، فإذا لم تحدد المسافة لم يصح السبق لأن هذا مجهول، هذا شرط. نعم. مسألة،
ولا بد من تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة، يعني بداية ونهاية. الغاية يعني النهاية، تحدد المسافة بداية ونهاية، يقال من كذا إلى كذا. نعم. لأن الغرض معرفة أسبق هما وأرماهما. أرماهما يعني في الرمي، تحدد مسافة الرمي أيضا، أن يعني يقال الرمي مسافة 100 متر مثلا أو 200 حسب السلاح. السلاح يختلف، يكون أحيانا من النبل ويكون أحيانا من البارود، أحيانا يكون من بنادق الرصاص، يختلف. نعم. ولا يعلم ذلك إلا بتساويهما في الغاية، ولأن أحدهما قد يكون مقصرا في أول عهده سريعا في انتهائه، وقد يكون بالضبط فيحتاج إلى غاية تجمع عليه. إذا لم تحدد المسافة صار السبق مجهولا، فإذا حددت عرف السابق من الفرسان. نعم. مسألة. ويشترط معرفة عدد الإصابة وصفتها وعدد الرشق. هذا في الرماية، اشترط تحديد موضع الإصابة من الهدف ونوع الإصابة، أن الإصابة تختلف، منها إصابة بليغة تخرق الهدف، ومنها إصابة لا تخرق الهدف إنما تتناوشه مناوشة، فتحدد الإصابة أيضا، ما هو كل إصابة تكون سبق، لازم تحدد. نعم. الرشق نعم عبارة عن عدد الرمي الذي يلتقان عليه، يعني يرمي 5 مرات 4 مرات مرتين مرة واحدة، يعني يحدد عدد الرمي الذي فيه المسابقة، ما هو بكل يرمي بهواه، لا، إلى بلغ الحد المحدد ينتهي، قال خلاص ما حصل لك شيء انتهى. نعم. فمن أصاب من خلال الرمي المحدد سبق، ومن لم يصب يكون أخفق. نعم. رشحا لرميت رميا. نعم. واشترط معرفة عدده لأن الحد فاق الرمي. اشترط تحديد السلاح، نوع السلاح أيضا، نوع السلاح يكون متحد، يعني يكون واحد معه سلاح جيد وواحد معه سلاح ردي، لازم يكون السلاح إما ردي وإما متوسط وإما جيد، متحد عند المتسابقين، علشان ما حد يقول ان فلان سلاحها خير من سلاحي ولذلك اصاب. نعم. اشترط معرفة عدده لان انفاق الرمي لا يعلم الا بذلك. نعم. وعدد الاصابة ينبغي ان يكون معلوما، فيكون القشط مثلا 20 والاصابة 5، فيقولون بيننا سبق الى 5 اصابات من 20 رمية فهو السابق. فإن قالا خواصر كانت تأكيدا لأنها اسم لها كيفما كانت. فإن قال خواصر كانت تأكيدا لأنها اسم لها كيفما كانت. إذا أطلق ولم يحدد الإصابة فإن الغرض يحصل بأي إصابة، سواء إصابة بليغة أو إصابة متوسطة أو إصابة سهلة، لأن الإطلاق يقتضي أي نوع إصابة. أما إذا لم
إذا حددت يتقيد بالحد، يقال إصابة خارقة أو إصابة متوسطة أو إصابة إصابة يعني أي إصابة ولو كانت غير خارقة يكفي، فعند الإطلاق يكفي أي إصابة، وإذا أرادوا نوعاً من الإصابة فلا بد أن يحددوا. هذا معروف عند الرماة، نوع الإصابة معروف عند الرماة، يصيبه في الوسط، يقول شرط يصيب الهدف في الوسط، يصيبه في أعلاه، يصيبه في أسفله، يشترطون هذا. أما إذا لم يشترطوا كفى إذا أصابه في أي مكان، أعلاه أو أسفله أو جانبه، هذا عند الإطلاق. نعم. وتسمى الإصابة أيضاً، والغالب أنهم يحددون، يجعلون خطوط في الهدف، يجعلون خطوط أو نقاط في الهدف، من أصاب هذه الخطوط أو هذه النقاط فقد حذق الرمي، ومن أخطأ النقطة أو الخط يكون قد أخفق، لأن ما تظهر المهارة إلا بهذا. نعم. وتسمى الإصابة أيضاً القرق. نعم. ويقال قرقس إذا أصاب. نعم. ومن أسماء الإصابة النوال، وهو ما نفت الغرض الوقع من الجانب الآخر. خرق يعني خرق. ويسمى الصادر أيضاً. ومن أسمائها خواسق، وهو ما خرق الغرض وكتف فيه. الخرق يكون تارة خرق إلى داخل الهدف فقط، ويكون أبلغ من هذا بأن يخترق الهدف من وجهه إلى ظهره ويخرج من خلف الهدف، هذه أشد. نعم. وهو ما خرق الغرض ولم يلتفت فيه، وخوارق وهو ما خرق الغرض ولم يلتفت فيه، وخواسق وهو ما وقع في احدى جنبي الغرض، احد في احد جنبي الغرض. ومنه خاسره لانها في جانب الانسان، فان عندنا شيئا من ذلك قيدت المناوله به، لان المرجع في ذلك الى شرطها، كما سبق أنه إن أطلق كفى أي إصابة، وإن حدد فلا بد أن يبين، لا بد أن يبين وسط الهدف أو جانب الهدف أو أعلى الهدف أو أسفل الهدف، ثم نوع الإصابة خارقة أو متوسطة أو صغيرة. نعم. مسألة. وإنما تكون المسابقة الرمي على الإصابة لا على البعد، لأن المقصود منها الإصابة وليس البعد مقصودا. يعني ما يشترط في الرماية تحديد مسافة، لأن المقصود الإصابة وليس بعد المسافة، بخلاف الخيل والإبل فإن بعد المسافة يكون مقصودا، لأنه يتبين بها الخيل الجيدة والإبل الجيدة من غيرها. نعم. باب الوديعة. الوديعة، الوديعة هي المال الذي يدعه الإنسان عند أمين يحفظه، هي المال الذي يدعه الإنسان عند أمين يحفظه له، وهي من الإرفاق. الوديعة والاستيداع من الإرفاق، لأن فيها تعاوناً على الحوائج، يكون إنسان عنده مال يخاف عليه وليس عنده مكان أمين فيوديعه عند إنسان يحفظه له، يكون هذا من الإحسان، يكون هذا من الإحسان، ويكون هذا من التعاون على حوائج الناس. فمن يعلم من نفسه الثقة والأمانة لا ينبغي له أن يمتنع من أخذ الأمانة وحفظها لأخيه، ومن لا يعرف من نفسه الأمانة أو لا يعرف من نفسه القوة على حفظها
أن يكون مهملا أو غير حازم فإنه لا يتحمل الأمان، لأن في ذلك مخاطرة. فالأمانة مأخوذة من الأمن وهو ضد الخوف. الله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية وإن كانت نازلة في الولايات والوظائف يأمر الله ولاة الأمر أن يسندوا الأعمال إلى من يقوم بها، وسبب الآية في كما هو معلوم في مفتاح الكعبة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكانت سدانة البيت ومفتاح الكعبة عند بني شيبة، فأخذها علي رضي الله عنه من عثمان بن شيبة، ظن رضي الله عنه أن أهل البيت أحق بسدانة الكعبة، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي ودفعها إلى عثمان بن شيبة، وبقيت في بني شيبة إلى يوم القيامة، لا تزال سدانة الكعبة مفتاح الكعبة في بني شيبة إلى يوم القيامة، لأن الله جل وعلا جعلها فيهم فلا تنزع منهم أبدا، ما دام موجود منهم أحد لا تنزع منهم. هذا سبب نزول الآية، وهي عامة في كل الأمانات من ولايات ومن ودائع ومن كل الأمانات. في الآية الأخرى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا عام أيضا في كل الأمانات التي بين العبد وبين ربه من الطاعات والواجبات، والتي بين العبد وبين الناس من الأموال والأسرار والوظائف والأعمال، كلها أمانات. وفي الآية الثالثة يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا ثناء على الذين يراعون الأمانات ويحفظونها. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الجيران أمنا بعضهم على بعض، أنك أنت أمين على جارك وعلى أسرار جارك وعلى عورات جارك، أنت أمين. وأعظم الخيانة خيانة الجار لجاره، أنه يطلع على ما لا يطلع عليه غيره من جاره، على نسائه، على بابه، على يسمع كلامه إلى آخره. الجار أمين، لا يجوز أن يؤذي الجار بشيء من أي أنواع الأذى. في الحديث: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وأشد الزنا والعياذ بالله، أشد الزنا الزنا بحليلة الجار، لأنه زنا وخيانة، زنا والعياذ بالله وخيانة للأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان في مكة قبل البعثة وبعد البعثة كانوا يودعون عنده الأمانات لثقتهم به صلى الله عليه وسلم، ولذلك لقبوه بالأمين عليه الصلاة والسلام. ولما أراد الهجرة، أراد الخروج للهجرة، خلف عليا رضي الله عنه ليؤدي الأمانات إلى أهلها التي عنده عليه الصلاة والسلام، إلى أهل مكة. فالائتمان هذا معروف في الإسلام، بل معروف حتى في الجاهلية، وهو ضروري من ضروريات الناس، وفيه قضاء مصالح. وللأمانة الوديعة، الوديعة نوع من أنواع الأمانة كما عرفنا، نوع من أنواع الأمانة، الأمانة أكثر من هذا كما عرفنا.
كل العبادات والطاعات أمانة بين العبد وبين ربه. الدين دين الإنسان أمانة بينه وبين ربه، هذا أعظم الأمانة. الأسرار التي بين الناس، الوظائف التي يتولونها، كلها أمانات، ومنها الودائع. والذي يعنيه الفقهاء في هذا الباب هو الودائع فقط، يعنون الوديعة وهي نوع من أنواع الأمانة. نعم. وهي أمانة عند المودع، هي أمانة يعني نوع من أنواع الأمانات. نعم. وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى. الأمان الوديعة أمانة يعني مؤتمن عليها، فلو تلفت بغير تفريطه لم يكن ضامنا، أما إذا تلفت بتفريطه لم يوثقها ولم يحفظها أو تعدى عليها وتصرف فيها فتلفت، فإنه يضمنها لصاحبها. هذا من أحكام الأمانة، أنها إذا تلفت من غير تفريط ومن غير إهمال فإنه لا يضمنها. سرقت من دارك، أو شب حريق في البيت واحترقت مع أمواله، لا يضمنها لأنه لم يتعدى في هذا. أما لو تركها بدون حفظ وبدون مراعاة ثم أخذت فإنه يضمنها، لأنه لم يحفظها فيما يحفظ به مثلها. لو ترك الدراهم مثلا خلاهن على الطاولة ولا خلاهن على الفراش وأخذت يضمن، لكن لو وضعها في الصندوق أو في التجوري ثم قدر إن لصا دخل وكسر الصندوق أو كسر التجوري وأخذها لم يكن على الوديع شيء، لأنه لم يفرط. مثلا لو أعطاه دراهم وقال هذه أمانة عندك لما إني أحتاجها، ثم هو أخذها وشرابها شيء ولا تسلفها، يسمونه تسلف، يضمنها لأنه لا يجوز له أن هي تسلف الأمانة أو ينفق منها، ولو كان يقول إني بأخذها قرض ما يجوز هذا، لأنها أمانة عنده لا يتصرف فيها ولا يقترض منها إلا إذا أذن له صاحبها. بعض الناس يتساهل في هذا، إذا صار عنده أمانة يفرح بهذا علشان إنه يتصرف فيها ويبيع ويشري، يقول لا جاء صاحبها هات الحين أعطيته، أعطيه من مكسبه، يقول هذا ما يجوز، هذا حرام، لأنها أمانة إلا إذا أذن لك. وفي الحديث إنه في آخر الزمان تتخذ الأمانة مغنما، يفرح بها الإنسان علشان إنه ينتفع من ورائها، هذا لا يجوز. الأمانة ما هي مغنم، الأمانة وديعة وحفظ. في الحديث الآخر في آخر الزمان يأتي أناس يخونون ولا يؤتمنون. نعم. وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، سواء زال منها شيء من مال المودع أو لم يذهب. فرضنا انه خلاها في الصندوق او في التجوري وسك عليها، جاء اللص واخذها وحدها وترك مال المودع، ما اخذ من الشيء، ما يضمنها لانه حفظها. اما لو اخذت هي وماله هذا ما في شك من باب اولى انه ما يضمن، لكن حتى لو اخذت وحدها وهو حفظ عليها وصك عليها فليس عليه ضمان. نعم. وعنه ان ذهبت من بين ماله غرامها، لما روي عن عمر بن الخطاب انه ضمن انس بن مالك وديعه ذهبت من بين ماله. هذا ليس بواضح، انه اذا اخذت من بين ماله وهو لم يفرط انه يضمنها، انه لم يفرط، وهو انما يؤاخذ بتفريطه وهو لم يفرط، لكن هذا قضى وقدر. نعم. ودليل الأولى أن الله سبحانه سماها أمانة، والضمان يناهي الأمانة.
نعم. ويروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المولع ضمان. ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة. كل الأمناء لا يضمنون إذا لم يفرطوا. الأمناء لا يضمنون إذا لم يفرطوا، هذه قاعدة. حتى العمال والأطباء يسمون أمناء على أعمالهم. الطبيب مثلا إذا عالج المريض علاجا فنيا علاجا مناسبا، ثم قدر أن العلاج هذا تسبب في تلف المريض، ليس على الطبيب شيء، لأنه أمين في عمله، وهو طبيب حاذق لم يفرط، ليس عليه ضمان، لأنه مأذون له بالطب. فما دام أذن له بالطب فإنه لا يضمن ما ترتب عليه من التلف. أما لو كان غير طبيب وغير حاذق وتطبب وهلك المعالج فإنه يضمن، لأنه غير مأذون له شرعا أن يتطبب غير طبيب، يضمن. وكذلك لو كان طبيبا حاذقا ولكنه أساء في إجراء العملية غير ما يعرفه الأطباء، أساء فتلف المريض، يضمن، لأنه فرط في العلاج. أما إذا كان العلاج جاريا على الوجه المعروف وهو حاذق فلا يضمن ما تلف على يده، لأنه أمين. كذلك مثلا المهندس والبناء والخياط إلى آخره، إذا كانوا حذاق وحصل تلف على أيديهم لم يضمنوا، إذا كانوا لم يتعدوا، لأنهم أمناء على هذه الأشياء. نعم. وكل أمين لا يضمن إلا إذا تعدى. نعم. ولأن المستودع يحفظها لصاحبها متبرعا، فلو ضمن من منع الناس من قبول ودائعه فيضر بهم لحاجته إليها. هذا من أسباب أن الأمين، أن الوديع لا يضمن، لأن لو ضمناه امتنع الناس من قبول الودائع فيتعطل هذه المصلحة. قال والله إذا صرت أضمن من الملزوم، أنا بحفظها وبأقوم عليها لكن ما أضمن إنها تسلم، قد يعتدى عليها، قد يجيها شيء من غير اختياري. أما أنكم تضمنون على كل حال أنا ما أقبل، فيتعطل هذا الجانب، فلذلك لا يقال إنه يضمن، لا يضمن، لئلا تتعطل هذه المصلحة العظيمة. نعم. وما روي عن عمر محمول على التفريق من أنس في حفظها فلا ينافي ما ذكرناه. ولا بد أن محمول على التفريق، لأنه لا يمكن يضمن وهو لم يفرط. نعم. فإما إن تعدى فيها أو فرط في حفظها فذلك لا شك أنه إذا فرط، يعني لم يوثقها في مكان أمين، أو مثلا خلى الباب مفتوح لم يغلق الأبواب وجاء السراق وأخذوا الوديعة، هذا يعتبر مفرط مضيع. أو أنه تصرف فيها كما سبق، قال والله أنا محتاج وعلي دين أو ببيع وأشري، وهالدراهم جابها الله، تصرف فيها ولا جاء صاحبها كالحين أعطيته إياها، ولا هذا غلط. إذا تلفت فأنت تضمن أنه لم يذلك في التصرف فيها، هذا من الخيانة في الأمانة، وما أعطاك إياه تصرف فيها، أعطاك إياه تحفظها، وإن كان هذا تساهل فيه كثير من الناس اليوم. نعم. مسألة ويلزمه حفظها في حفظ مثلها، فإن تركها في دون حفظ مثلها ضمن. يحفظها في حرز مثلها، فإن لم وضعها في غير حرز مثلها كان مفرطا. مثلا الدراهم حرزها في الصناديق في
تجوريات، فلو تركها على الفراش ولا على طاولة ولا في مكان مفتوح فإنه يضمن. المواشي حرزها في الأحواش المغلقة، لو تركها وخلى الباب مفتوح وطلعت راحت سرحت راحت ضاعت يضمنها. إن كان واجب عليه يغلق الباب. حرز كل شيء بما جرت به العادة. نعم. لأن الإذاعة يقضى الشك، فإن أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل. نعم، كما في السرقة، فحرز السرقة يرجع فيه إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الأموال. الأموال تختلف في الحروز، شيء يكفي أنه يغلق الباب وشيء ما يكفي إغلاق الباب، لا بد من وضعه في صندوق ولا في تجوري ولا في شيء حصين. نعم. وهو ما جرت العادة بحفظ مثلها فيه، والدراهم والدنانير في الصناديق من وراء الأنبات. نعم. وخيام البيوت والمخازن من وراء السكاكر والأغلاق. كذلك الثياب ما تخلى بارزة، لازم تكون في دواليب تصك عليها وتحفظ، لأنه يخف أخذها وسهلة الأخذ، فلو كانت بارزة صارت مهيئة للأخذ. لا بد يغلق عليها في دواليب ولا أشياء تحفظها، ولا غرف تكون مغلقة، دكاكين مغلقة. نعم. الخشب في الحظائر، الشيء يعني الخشب، حزام خشب تكون في الحظائر، يعني في داخل الحظائر. المعنى الحظائر الصريفة اللي يسمونها الصريفة، شيء يقام من السعف أو من الشجر ثم يربط بعضه ببعض يصير على هيئة جدار، هذه الحظيرة على هيئة جدار، يعمله الأعراب في البوادي للأغنام، يعمله الناس في الحضر أيضا، يسمونها الصرايف. نعم. والغنم في الصير، صير والغنم في السير، جمع صيرة وهي الحظيرة. نعم. مسألة، فإن أمره صاحبها بحرزها بحرز فجعلها في دونه ضمن، لأن صاحبها لم يرضه. نعم. وإن أخرجها بمثله أو فوقه لم يضمن، لأن من رضي شيئا رضي له وفوقه. وقيل يضمن لأنه خالف أمره بغير حاجة أشبه ما نهاه. نعم. مسألة، وإن تصرفت فيها لنفسها لنفسه من أسباب الضمان، أولا التفريط كما سبق، التفريط في حفظها، ثانيا التصرف فيها بغير إذن صاحبها، تصرف فيها يضمن. مثلا مو أودع عنده بشت ولا ثوب ولبسه طلع يصلي فيه، قال والله أنا بردان أول يوم الجمعة وبألبسه، وهو ما أذن له، قدر ان الثوب مر على شيء وشقه الجدار ولا شقه مسمار ولا شيء يضمن انه لم يأذن له بهذا. او فرضنا ان واحد جاء وسرقه منه في المسجد يضمن انه لم يأذن له في لبسه. سياره مثلا، مودعه سياره وقال باصل عليها البطحه، ما عندي سياره اليوم وباصل عليها البطحه، طلع عليها وصدمت، يضمن لأنه لم يأذن له بهذا. نعم. وإن تصرف فيها لنفسه فرحب الدابة لغير نفسها أو لبس الثوب فتلف ضمن. أما لو تصرف فيها لنفعها، مثلا دابة تحتاج إلى أنه يخرجها ترعى، لأنه لو حبسها تموت جوع، طلعها ترعى، أو راحبة يسقيها من الماء وردها على الماء تلفت في أثناء ذلك، لا ضمان عليه لأنه فعل هذا بها لمصلحتها ولبقائها، كونها ترعى وكونها تشرب
هذا لبقائها. نعم. قول ليس التوبة مثلاً ضمن لأنه تعدى فيها فبطل استحمامه. نعم. مسألة وإن خالطها بما لا تتميز منه فقد فوت عن نفسه إنكار ردها بعينها فوجب أن يضمنها كما لو ألقاها في مهلكة. لو خلطها بما لا تتميز، خلطها بما تميز هذا سهل، خلطها مثلا أوراق مثلا أمومية، خلطها مع أوراق أمهات خمسة مثلا أو أمهات عشرة، هذه متميزة ما فيها إشكال. الأمانة معروفة من فئة 100 أو من فئة 500 مثلا متميزة، لا خلطها لا يضر لأنه يمكن عزلها بسهولة، فله أن يخلطها مع الدراهم. أما إذا كانت لا تتميز مثل بر أو دعه برا فخلطه مع بر يشابهه هذا لا يتميز، يكون متعديا في هذا. نعم. كان الواجب عليه يتركها على حدة. نعم. وإن أخرجها لينفقها ثم ردها ضمن. وإن أخرجها لينفقها ثم ردها ضمن. هي في حرز وضابطها هو مجوده، لكن قال أنا علي طلب الآن أسلمها أسدد بها وردها بسرعة وأحطها بحرزها مثل ما كانت، هذا تعدي. فلو ردها فعلا ووضعها كما كانت فسرقت فإنه يضمن، وإن كانت سرقت من حرز لكن سرقت بعدما تصرف فيها فيضمنها يضمنها. نعم. لأنه حدث الحرز بغير عذر. نعم. مسألة وإن كسر ختم في اسمها ضمن كسر وإن كسر ختم كيسها ضمن لذلك. هي مختومة ومربوطة ومجودة خيوط عليها، جاء وفك شيء من الخيط أو من الختم صار مفتوح، جاء السارق وأخذها من وراء يعني صار وجدها مفتوحة فإنه يضمن لأنه فك الكيس وهيأها للأخذ، لو كانت مربوطة ما استطاع السارق يخطف منها شيء، لكن لما كانت مفتوحة صارت سهلة التناول فهو هيأها للأخذ فيضمن لأنه فتح غلافها. كان الواجب عليه يتركها على ما هي عليه ما يتصرف فيها. لو قال بعدها بطلعها بعدها، هي مختومة الآن أنا هذه أمانة عندي بعدها شوف كم عددها، والله يعافيك تضمن، لو خليتها على ختمها وعلى شغلها ما تضمن، لكن لما فكيتها وعديتها تضمن لأنك يعني متعدي أنت ملقوف وش تبي بها، خلها مختومة مجودة. نعم. مسألة وإن جحدها ثم أخذ بها ضمنها. نعم. وإن جحدها ثم أخذ بها ضمنها. إيه ادعى عليه انه مودعه دراهم ثم انكر قال ابدا ما حطيت عندي شيء ثم اقر بعد ذلك يضمن، لو اقر بها وبقيت عنده ثم سرقت يضمن لان انكاره لها تعد فهي تلفت بعدما تعدى فيضمنها، تعدى بالانكار. نعم. لأنه إذا أقر بها مو باستدامة إياها يكون أمين عليها. لا سرقت وصاحبها ما درى أنه مقر، هو أقر ردها في مكانها واعترف وقال لها التوبة لا تبت إلى الله وردها في مكانها وراح يدور صاحبها يوم جاء ولا نأخذ يضمن. نعم. بطل استئمانه عليها. أما لو إن صاحبها درى وقال خلها عاد عندك
مرة ثانية صارت أمانة من جديد. نعم. مسألة: وإن كان عن ردها عند ظلمها مع إمكانه ضمنها من التعدي في الأمانة أن يطلبها صاحبها يقول عطني إياها جزاك الله خير، يقول راح تجي مباشر ولا عقب يومين ولا عقب أسبوع، راح أعطيك إياها عقب أسبوع عقب يومين، سرقت فيها هذه الأثناء يضمنها، لأنه ليس له حق التأخير، يجب عليه الدفع حال طلب صاحبها لها. فلو أخره قال والله الحين إحنا معزومين تجين عقب الأخير ولا عقب يوم، جاء عقب الأخير ولا مسروقة، يقول تضمنها، يعني ما من حقك توخره، هم من حقك أنك توخر الدفع. نعم. لأنه تعدى بالامتناع من ربها، قال ما رجعتني، ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. لو أنكر قال ما أودعتني شيئا ثم قال إلا مودعا لكن رديتها، رديتها عليك، ولا إلا عندي لك وديعة لكن تلفت، يقول لا ما نقبل كلامك هذا، أنت اعترفت بها، اعترفت بها ثم أنكرت ثم ادعيت بعد ذلك أنك رديتها أو أنها تلفت، هذه دعوة تحتاج إلى بينة، إذا أقمت بينة أنها تلفت نعم، ما دام ما أقمت بينة أنت تضمن. نعم. مسألة: وإن قال ما نفعني شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، لو قال مالك عندي شيء، لم يذكر وديعة، ما قال ما عندي لك وديعة، قال ما عندي لك شيء، ثم ادعى إن عنده وديعة وردها عليه يقبل هذا، لأن كلمة شيء ما هي خاصة بالوديعة، ما هي خاصة بالوديعة، يحتمل أن شيء آخر، كلمة شيء عامة لا ينصب الإنكار عليها. نعم. لأنه الوديعة عنده من غير فلا شيء لمالكها عنده. نعم. مسألة: والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. هذا باب العارية. العارية هي أن يدفع إلى شخص شيئا ينتفع به ويرد عينه، يدفع إلى شخص شيئا ينتفع به ويرد عينه، مثل القدر، الصحن، السيارة، الحبل، الدلو، يعطيه الواحد أن ينتفع به، يقضي به حاجته ثم يرده، هذه الوديعة، هذه العارية، عارية لأنها ترد، من عرى الشيء إذا عرض ثم رجع. وباب العارية باب إحسان، باب الإحسان والإرفاق، يستحب لمن عنده شيء ينتفع به واحتاج إليه أحد إخوانه وهو في غنى عنه أن يعيره إياه، كالرشا والدلو والحبل والدابة والسيارة والصحن والقدر والفاس وما أشبه ذلك، لأن هذا من الإحسان، ولأنه لا ضرر عليه في ذلك لأنه يرد عليه ماله، في حين أن المحتاج ينتفع به ويسد وقت حاجته، أو قال أعرني ثوب أو أعرني البشت أو أعرني شيء لمناسبة، يستحب هذا إنه يعير، بل إن شيخ الإسلام يرى الوجوب، وجوب الإعارة، لأن الله تعالى توعد الذين يمنعون العارية بقوله الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، والمراد بالماعون كل ما يحتاجه الناس من القدر والفاس والإناء الذي يشرب به والحبل وغير ذلك، الماعون عام، وقد توعد الله على مانعه بالويل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني يمنعون العارية، قال هذا يدل على الوجوب، يدل على وجوب الإعارة عند على من يقدر عليها،
أما الجمهور فيرون أن الإعارة مستحبة، أنها من باب الإحسان، لكن بشرط، شرط أن يأمن عليها. أما إذا كان الذي يأخذ العارية يتساهل فيها ويتلفها على صاحبها فإنه لا يجب عليه ولا يستحب له إنه يعيره، لأن هذا فيه ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. كثير من الناس الآن يستعيرون من الناس ويقضون حاجتهم ثم يهملون شأن العارية، إما أن تتلف وإما أن تسرق وإما أن تضيع، هذا من التساهل. فإذا عرف أن المستعير لعاب وأن ما يبالي إنه لا يعيره، لأن هذا فيه ضاعة المال. أما إذا عرف أن المستعير مأمون وأن ثقة وأن محتاج فإن العارية مشروعة، إما استحبابا وإما وجوبا. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع ثم تجحده وتنكره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لأن هذا من السرقة، وتتخذ العارية تتخذها حيلة، تحتال على الناس، تأخذ أموالهم باسم العارية ثم تنكرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقطعت يدها. فدل على أن شأن العارية شأن عظيم، ما يجوز التساهل به وإهماله، وأن المعير محسن، والإحسان يقابل بالإحسان ما يقابل بالإساءة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسن إليك أخوك وأعارك ماله وقضيت وطرك منه وحاجتك منه تهمله وتتساهل فيه تضيعه، هذا لا يجوز في دين الإسلام. والعارية أمانة، والأمانة يجب ردها. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالعارية في يد المستعير أمانة يجب حفظها ورعايتها، فلو تلفت بغير ما استعيرت له ضمنها، لأنه مفرط ومتعد فيها. نعم. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. هذا خلاف بين العلماء، إذا استعار العارية وتلفت من غير تعدي فهل يضمنها؟ الوديعة عرفنا أنها إذا تلفت من غير تعدي أنه لا يضمنها، لكن العارية إذا تلفت من غير تعدي هي أمانة عنده، إذا تلفت من غير تعدي يضمنها ولا ما يضمنها؟ المذهب أنه يضمنها مطلقة سواء تلفت بتعد أو بغير تعدي. لماذا؟ لأنه قبضها لمنفعته هو، الوديعة قبضها لمنفعة صاحبها ولا لا؟ الوديعة قبضها لمصلحة صاحبها فلا يضمن. أما العارية فهي أمانة قبضها لمصلحته هو، وهو الانتفاع بها، فيضمنها مطلقا سواء تلفت بتعد أو بغير تعدي. والقول الثاني وهو الصحيح أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي، مثل الأمانة، مثل الوديعة سواء، مثل الوديعة سواء، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. لا، الدين معاوضة، هذا ما فيه معاوضة. نعم. اي نعم، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا في الوعث العارية، لكن وفي الوديعة أيضا، لكن العارية قبضها لمنفعته هو فيضمنها إذا تلفت. هذه وجهة المضمنين، لكن القول الصحيح أنه لا يضمن لهذا الحديث وغيره. نعم. هذا ما يعيره، قلنا إذا كان إنه ما هو موثوق ولا يبالي بالعارية هذا لا يعار، إن أعاره فهو مفرط. يكتب عليه من صالح من صالح، يعني يكتب
من هو اللي يكذب عليه؟ صاحب إذا كان بعير مثلا عنده واحد من المعالجة يقول صالح أو ما يصالح يعني إذا جاي يستعير منه يقول العارية اللي عندي ما هي بصالحة للاستعمال وهو يكذب من أجل يدفعه ها؟ من أجل يدفعه يا أخي يدفعه بدون الكذب يقول له لا ما أنا معيرك أنا محتاجها ولا أنا اللي فيها حاجة نعم والعالية مضمونة وإن لم يتعلق فيها المستعير لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته عام حجة الوداع العالية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارب وروى صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال أغصبا يا محمد قال ما العالية المضمونة رواه أبو داود هذه أدلة المضمنين يقولون لأن الرسول قال عارية مضمونة قال لصفوان عارية مضمونة أدل على أن العارية تضمن مطلقة ولكن هذا القول فيه نظر الرسول قال عارية مضمونة هذا من باب الاشتراط وإذا شرط الضمان فلا شك المسلمون على شروطهم إذا شرط صاحبها قال شرط أنك تضمنها هو يضمنها مطلقة لأن هذا شرط والنبي صلى الله عليه وسلم شرط هذا لصفوان أما لو لم يشترط فإنه لا يضمنها إذا لم يتعدى نعم باب الإجارات وهي عقد على المنافع يكفي فرق بين الوديعة والعارية أن العارية هو الذي طلبها والعارية الشخص الآخر دفعها العارية قبضها لنفسه الانتفاع بها خل الطلب مسألة الطلب نفسه لكن هو أخذها لنفسه لنفعه هو أما الوديعة فإنما أخذها لنفع صاحبها وهو حفظها له نعم نعم كان بعض الإخوان وكان المفروض أن الليلة تكون هي خاتمة الفصل هذا ولكن كان بعض الإخوان يقولون أن الطلاب ما دروا في درس التوحيد فلو كان درس التوحيد آخر شيء يوم الجمعة علشان يتعالم الجميع بهذا نقول ما في مانع إن شاء الله نأخذ درس التوحيد واللي يحضر يحضر واللي ما يحضر هو ما مسامح إن شاء الله نعم نعم هذا سبق الكلام فيه وأن الجوائز على المسابقات إنما تؤخذ في الأشياء التي جاءت في الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر يعني المسابقة على الخيل وعلى الإبل وفي الرماية لأن هذا من باب الحصر لا سبق لا سبق إلا من باب الحصر يختص بهذه الأشياء أو ما كان في معناها
مما يعين على الجهاد في سبيل الله، تدرب على الجهاد. الرماية يدخل فيها كل وسائل الرمي، سواء بالنبل أو بالبندق أو بالمدفع أو بالرشاش أو بالدبابات أو غير ذلك، كل أنواع الرماية تدخل في الرمي، يجوز المسابقة بها. والخيل معروفة لا يدخل فيها غيرها، والإبل معروفة لا يدخل فيها غيرها، فلا يجوز المسابقة على البغال ولا على الحمير ولا على سائر المركوبات. السيارات ما يجوز أخذ العوض على المسابقة بها، لأنها ليست من وسائل الجهاد، إنما هي من وسائل الركوب فقط. وكذلك بقية الأشياء، الرياضة، لعب الكورة وما أشبه ذلك، لا يجوز أخذ العوض عليه، لأن هذا ليس من ما يعين على الجهاد في سبيل الله، وإنما هو من باب الرياضة فقط، الرياضة البدنية. المصارعة بالأبدان من أجل إظهار القوة، هذه لا يجوز أخذ العوض عليها والجوائز عليها، لأنها ليست من أمور الجهاد، وإنما هي من باب إظهار قوة البدن والغلبة والمهارة. كذلك حمل الأثقال يجوز هذا، لأنه من باب الرياضة وإظهار القوة، لكن ما يؤخذ عليه جوائز، لأنه لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلى آخره. أما المسائل الشرعية، مسائل الفقه، مسائل النحو، مسائل التفسير، هذه يجوز أخذ الجوائز على المسابقة فيها، لأن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، فيجوز أن يجعل جوائز لمن يحل هذه المسألة الفقهية أو هذه المسألة النحوية أو ما أشبه ذلك من الأمور، أو المسألة اللغوية، لأن هذا يعين على الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم الشرعي يدخل في الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجوائز عليه. نعم نعم. السفن ما تدخل في الرماية، إن كانت تدخل للرماية، إن كانت وسائل الرماية، مزاريق والسفن يرمى منها وسائل الرماية، نعم نعم، مثل الدبابات ومثل نعم. هذا بشرط، هذا الكلام بشرط أن يكون معهم ثالث لم يدفع، يكون معهم ثالث لم يسابق، دافع عوض لكنه لم يسابق. نعم. أما إذا كان الدفع من الاثنين فقط، من المتسابقين فقط، هذا لا يجوز. لكن اللي ذكر هنا إذا كان معهم ثالث دفع جائزة ولم يسابق معهم، لم يدخل معهم بالمسابقة، نعم، يسمونه المحلل. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان السبب لابد أن يكون العوض من أحدهما أو من أحد آخر كما قال المؤلف، المؤلف بنى على دليل، المؤلف بنى على دليل وهو الحصر، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل، المؤلف أقوى لأنه بنى على دليل. أما ابن القيم رحمه الله بنى على قياس أو على استحسان في قوله نظر. نعم. إذا أخذ عليه عوض صار أجير يضمن، إذا أخذ عليه عوض صار أجير مؤاجر يحفظها، فلو تلفت يضمنها. نعم.
يجوز بس ما يصير وديعة، يصير أجير. نعم، ما نسميها وديعة، يصير إيجارة. نعم. هل يجوز إيش؟ لا تقرب من الآخرة. نعم. هل يجوز المسابقة الرمي بجعل الهدف بعض الطيور مع علم أنهم بعد ذلك يدركون هذه الطيور ويقتلونها؟ لا يجوز أن يجعل ما فيه حياة هدفا يرمى من الطيور أو غيرها، لأن ابن عمر رضي الله عنه مر على صبيان جعلوا ديكا أو طائرا يرمونه وهو حي، فلما أقبل ابن عمر هربوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. ثم أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، أن يتخذ شيء فيه الروح هدفا، أن هذا فيه تعذيب للحيوان، صبر للحيوان، لا يجوز هذا ولو كان يذكى بعد ذلك. نعم. يوضع عندي مبالغ نقدية وديعة. نعم. نعم. يوضع عندي مبالغ نقدية وديعة وأمانة، عند الحاجة الماسة استخدم تلك الوديعة لأغراض خاصة دفعا لتلك الحاجة، فما الحكم وهل في ذلك إثم عليه؟ هذا قلنا إن إذا كان ما أذن لك صاحبها فإنها لا يجوز لك أن تتصرف فيها، ولو احتجت ما يجوز لك تتصرف فيها إلا بإذن صاحبها. فإذا أذن لك صارت قرضا، إذا أذن لك أخذتها صارت قرضا في ذمتك، تحولت من وديعة إلى قرض. أما إذا لم يأذن لك لم يجوز لك أن تتصرف فيها. نعم. هل يختلف الحكم فيما إذا كنت أظن أن صاحب الوديعة لو علم بذلك سيأذن لي أو عكس ذلك، أو ليس لي أن أظن تأثيرا في الحكم؟ ما له تأثير، ما يكفي الظن، لازم من الإذن الصريح، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه، هذا صريح. نعم. كيف يتصرف الشخص بالعوض إذا كان من غير ثلاثة مذكورة؟ هل يأخذه تصدق به أو لا يأخذه؟ لا يأخذه، لا يجوز للإنسان يأخذ الحرام ولا تصدق به، هذا لا يجوز. يقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. ما يجوز الإنسان يفعل حرام ويأخذ عوض ولا تصدق به، أو يعمل الربا يقول: أنا ما أكل الربا لكن أتصدق به أو أضع في مشاريع، لا يجوز هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. والإنسان إذا فتح لنفسه باب الرخص فإنه يهلك، يتساهل في الأول، يقول: أخذه بنية كذا أخذ، ثم بعدين تشح نفسه به ويقول: لا هذا تثير، هذا حساب، ثم تساهل فيه، وبعدين يستمر الحرام ولا يبالي. النفس لا تقف عند حد. نعم. هل إذا أتى المودع إلى المودع وقال له: أعطني مالي وهم في غير المكان الذي أعطاه فيها وهي في البيت، وقال المودع: تعالى غدا، وحينما أتى من الغد وجدها مسروقة بغير تعد منه، هل يضمنها؟ إذا كان يوم طلب منه الرد يتمكن منه ثم أخره يتمكن، يكون متعدي يضمن. أما إذا كان غير متمكن من الرد حال الطلب فهو لا يتعدى فيها، ليس بيده حيلة. مثلا الوديعة في البيت وهو الآن في المسجد، يرد عليه في المسجد ما هي معها الكلام. إذا طلبها منه وهو متمكن من ردها ثم قال تجين باثر ولا عبو وهو متمكن من ردها، هذا هو الذي يضمن. أما إذا قال تجين بكرة ولا بعد ساعة لأنه غير متمكن في الوقت الحاضر فهذا معذور. نعم. هناك أحيان يكون سحب أرقام الزبائن الذين زاروا محل في نفس الافتتاح مثلا، والذي يظهر رقمه في النهاية يتصل به ويعطى جائزة إما سيارة أو غيرها، وهذا كثير، فما حكم في هذا الشيء؟ هذا هو القمار بعينه، لا يجوز،
سحب الأرقام حظك نصيبك اللي صادف حظه يأخذ سيارة يأخذ مبلغ كذا، هذا هو القمار، هذا هو اللي يقولون عنه يا نصيب. نعم، لا يجوز هذا. غرضهم من هذا الدعاية للمحلات وللأسواق، ترغيب الناس في شراء من محلاتهم، وهذا الغرض لا يكون بهذه الطريقة. إذا أرادوا يجذبون الناس لمحلاتهم يستعملون الصدق والأمانة، يستعملون الصدق والأمانة وعدم الغش، لهذا الناس يثقون منهم ويذهبون إلى محلاتهم. أما جذب الناس بالحيل والخداع وأكل المال بالباطل فهذا لا يجوز. نعم. نعم، اشتري حبة وخذ أخرى معها مجاني. أخذ ثمنها من الأول، أخذ ثمنها، مزود ثمن الأول يقول كالثانية مجانية لأنه أخذ ثمنها مضيف للأول، هذا احتيال لعب على الناس. ولو شلون يجلس في الدكان يبيع سلعة ويعطي ثاني بلاش مجاني يخسر. إيه ما فعل هذا إلا أنه أخذ ثمنها. نعم. لا كله تلاعب ضحك على الناس وعلى العقول. نعم. لا أبدا ما يعطيك شيء ما أبو فائدة، يما قشر ولا شيء ما في فائدة، شكله زين لكن لو وصلت ما في فائدة. لا تفكر أنه يعطيك شيء له قيمة مجاني أبدا، إلا أنه يما أخذ ثمنه ولا أنه ما في فائدة ولا له قيمة. إذا كان فائد بضاعة ورد تصريف، ها؟ فائد بضاعة ورد تصريف ورا ما يعطيها الفقراء الفائض، ها؟ يعطيها الفقراء جزاه الله خير. نعم. طيب ما الحكم إذا وقع؟ هو بيحتال على الناس. نعم. الحكم إذا وقع مثل هذا الشيء جائز؟ الحكم يجب منع هذا، هذا منكر ولا يجوز، يجب منع هذا، يجب على المحتسبين وعلى أهل وزارة التجارة أن تمنع هذا التلاعب من أسواق المسلمين. هذه عوائد غربية كلها مجلوبة من الغرب، احتيالات الغرب. نعم. نعم. قال الشيخ ما وجه الحصر في حديث جاء سبق إلا؟ نعم. لا، ما وجه الحصر في حديث جاء سبق إلا؟ لا سبق إلا، وجه النفي والاستثناء، هذا الوجه، هذا وجه الحصر، أداة حصر هذه. نعم. لأن ذلك قد يحمل على أن يكون العوض من كلا الطرفين، إذا كان العوض من أحد الخالد المتسالي القريب جاز على كل المسابقات. وما هو الكلام في العوض من أحد، الكلام على المتسابق عليه، آلة السباق، الكلام على آلة السباق. أما مسألة العوض منين، من أحد المتسابقين أو من المتسابقين أو من طرف ثالث، هذا ما علينا منه محل بحث واجتهاد لأهل العلم، لكن الكلام في حصره في آلات السباق الثلاث هذه. نعم. أخذ شخص مبلغا ليوصله إلى شخص آخر من الزكاة ثم تصرف في هذا المبلغ، فماذا يفعل ليتطهر من هذا المال؟ فماذا يفعل ليتطهر من هذا المال؟ يؤدي المال الذي يرسل معه إلى صاحبه، إلى المرسل إليه، يؤديه كاملا ولا يتلاعب فيه. نعم، لأنه أمين. نعم. هل ورد في قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركان أن ركان أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنم؟ ما أذكر هذا، لا. صارع ركانه وصرعه عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على جواز المصارعة لأنه من أظهار القوة. نعم. وهل ورد أن ركان ولأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يكون من علامات النبوة ويدخل في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه يعطي آية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ركان هذا كان لا يصرع، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون من علامات النبوة فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل ورد أن ركان أسلم بسبب هذه الحادثة؟ ما أذكر هذا، ما أدري. نعم. نحن نعمل في أحد المدارس الكبيرة، وربما تأتي إلينا أشياء من المقودات الخاصة للطلاب مثل الساعات والأقلام وأحيانا
مفقودات مفقودات ضائعات يعني. أي نعم. أمثال الساعات والأقدام وأمثال هذه الأشياء، سواء نحن نقوم بتعليق هذه الأشياء مرارا في الإذاعة في طابور الصباح ولا يأتي أحد لاستلامها، وربما تبقى لمدة عام لعام عام كامل، فهل يجوز التصرف في هذه الأشياء لمصاريف الزكاة أو بعض الخدام أو المدة التسجيل؟ تعطى للفقراء، تعطى للطلاب الفقراء إذا لم عملتم اللازم وأعلنتم عنها ولم يأتي لها أحد فإنكم تعطونها للفقراء، إما أن تبيعوها تأخذوا ثمنها وتتصدقون بها على الفقراء، أو إذا كان هناك فقراء محتاجين إليها تعطونها إياهم. نعم. وكلما أخذت الراتب أخذته في الحساب وأخذ منه بين فترة الأخرى، وبعض الأحيان يأخذ الرصيد وبعض الأحيان يأخذ. نعم. فكيف أخذ الزكاة وهو علما أن الموجود فيه الآن 5000، فكم زكاتها؟ ربع العشر، ربع العشر 2.5%، 2.5%. مثلا 5000 عشرها 500 ولا لا؟ 5000 عشرها 500، نصف العشر 250، ربع العشر 125، 5000 فيها 125 ريال. وأما من يودع كل شهر من راتبه فالأحسن أنه يجعل شهر معين من السنة يخرج فيه زكاة الجميع إلى أن يأتي هذا الشهر من السنة القابلة، ثم يخرج ما اجتمع لديه، زكاة ما اجتمع لديه، وبهذا تبرأ الذمة إن شاء الله. نعم. ما هو مصرف الزكاة والرواتب النقدية وكيف أعرف مقدار نصابها؟ نعم. ما هو مصرف إيه؟ نصاب الزكاة في الرواتب النقدية وكيف أعرف نصابها؟ نصاب الفضة 200 مثقال، نصاب الفضة 140 مثقال، 140 مثقالا، هذا نصاب الفضة 140 مثقالا، وهي بالريالات السعودية الفضية كانت معروفة، ريال الفضة السعودي 56 ريال، 56 ريال فضة سعودي، هذا نصاب الفضة، أو ما يعادلها من الورق، من الورق النقدي ما يعادل 56، يعني كم تساوي في السوق 56 ريال فضة، كم تساوي في السوق من الورق إذا صرفت؟ تسأل الصيارفة وما بلغ فهو النصاب من الورق، ما يعادل صرف 56 ريال فضة، هذا نصاب دراهم الورق. نعم. لأن الصرف يزيد وينقص. نعم. يسأل عنه الصيارفة. نعم. إذا كان أذن لك إنه يجوز، إذا كان ما أذن لك فأنت مخطئ، ولكن على كل حال يلزمك الضمان، يلزمك الضمان له أن تعطيه مثل ما أخذت منه. نعم. كما قال الله تعالى كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت. فالثلاثة الأولى مخير بينها العتق أو الإطعام أو الكسوة 10 مساكين، إن أطعم يعطي كل مسكين نصف صاع، وإن كسى يعطي كل مسكين ثوب، والعتق معروف يشتري رقبة ويعتقها إذا أمكن، فإذا لم يجد لا إطعاما ولا كسوة ولا عتقا يصوم 3 أيام. نعم. ما حكم استخدام الأطياف إذا تأكد إن فيها كحول؟ لا يجوز استعمالها، لأنها تكون مسكرة، وإذا كانت مسكرة يجب إتلافها،
قوله تعالى فاجتنبوه، والاجتناب يقتضي ترك التطيب بالأطياب المسكرة لأنها نجسة، لأنها نجسة. وإذا لم تكن نجسة فإن الله أمر باجتنابها فاجتنبوه، والذي يتطيب بها لم يكن متجنبا لها. والواجب في الخمر إتلافها، والذي يبقيها للطيب لم يتلفها وإنما أبقاها، صارت ماء تباع وتشرى، لا يجوز هذا. أما مجرد الإشاعات قول فيها وفيها بدون ثبوت وبدون تحليل صحيح، هذا لا يعمل به. الأصل الإباحة حتى يثبت أن فيها كحولا مسكرة. نعم. أما الشائعات والشكوك فلا تؤثر. نعم. أنا قلت إذا كانت تسكر، إذا كانت الأطياب إذا شربت تسكر، لأن الأطياب منها شيء يسكر الآن، تأخذونه للسكر. هذا النوع لا يجوز استعماله ويجب إتلافه، ولا يجوز إبقاؤه، يجب إتلافه. نعم. هذا اشتغل، هذه ما مش علينا من هذا. نعم. هل كل مسابقة مباحة يجوز الأخذ زيادة عليها؟ يكفي، نصلي.